اتفضلي يا حماتي ادخلي اقعدي. ده ايه اللي انت شايلاه ده وحطاه ده هناك جنب الباب ده كمان؟ معلش يا بنتي، انا لقيت الراجل كده هو ماشي من تحت بالكرنب والقرع، كان شكلهم جميل قوي، فقلت ايه اجيبهم لرانيا تعمل لي، ان شاء الله تعمل لي حله صغيره كده اهو كرنب، اصل انا نفسي فيها قوي. هو ايه ده اللي نفسك فيه؟ القرع والكرنب يا بنتي خدي كده من ايدي، احسن تقيل قوي على ايدي. يعني انت سايبه بنتك وسايبه مراتات عليك التانيين كلهم وسايباهم جايه لنا؟ انا اللي معايا عيال في ديلي وفي رقبتي ومش عارفه اعمل حتى البيت اصلا منهم. انت عارفه شيماء بنتي والله العظيم عندها برد جامد، لولاش البرد والله كنت جبتها تعملهم لنا في البيت، وكنت قلت لك انت والعيال تنزلوا تاكلوا معانا. وانت عارفه البرد بقى، خفت اقول لها تيجي ولا حاجه تعدي، وانت عارفه البرد ما بيمسك في الواحد والله ما بيروح ابدا. وانا بقى الفاضيه الوحيده اللي فيهم، فقلت تجيبي لي الحاجه وتيجي. طب ما تعملهمش كلهم، اعملي يعني حته وحته، اقسمهم على مرتين ثلاثه حتى كده اهو، واعملي ان شاء الله حله صغيره. معلش اصل احنا اخر الشهر وما عادش معايا فلوس والله العظيم، فقلت الكرنبيه دهيت اكلها على يومين حتى كده اهو، طبق صغير كده اهو النهارده طبق صغير، بكره ما تعملهاش كلها والله. وحتى اعملوا لنفسكم. انا مش فاضيه لك، انا اتصل بمراتات محمد ولا مرات احمد تيجي تعملك اللي انت عايزاه، انا مش فاضيه. انت عارفه ان مرات محمد ومرات احمد ماليش اختلاط بهم قوي يعني، لكن انت زي بنتي انا بتكسف اطلب منهم الحاجه والله. يعني انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا مش فاضيه دلوقتي، وراحه لماما اصلا، وماما اصلا هي عزمانه اصلا على لحمه ومحشي، فانا مش عايزه حاجه ومش عايزه اعمل حاجه لحد بصراحه. بقول لك ايه يا حماتي، خد القرعه اللي انت جايباها ديت وخد الكرنبايه وتفضلي انزلي بقى على شقتك كده. بقول لك ايه، ما تتعبينيش بقى، ما تتعبيش، انا زهقت اقسم بالله. خدي حاجتك دي وبالسلامه بقى، انا نازله عايزه اروح انزل لماما. بقول لك ايه، انا عندي هنا كيس فول تاخديه؟ ايه خلصيني تاخديه ولا لا؟ هاتيه هاتيه يا بنتي هاتيه. اما انا فاهمها واقول لها انا مش موجوده في البيت ومانيش قادره ورايا حاجات، وبرضه مصممه اعملي لي اعملي لي ايه ده؟ اتفضلي كيس الفول. طب معلش تعملي لي حتى حله صغيره كده او واحده حتى والله، بلاش حلتين صغيرين، حله واحده بس كده اهو اتغدى بها النهارده وخلاص. شوف برضه اقول لها ايه، ولسه هتتكلم تاني في موضوع المحشي، ما خلاص بقى. طب اسيب عندك القرعه والكرومبا ما تبقى تفضى كده تعملهم لي برضه؟ انت عايزه تدبسيني فيهم؟ لا 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 خديهم معاك وخديهم، اما تبقى تيجي بنتي خليها تعملهم. ماشي ماشي يا بنتي ماشي. ما تعملي لي انت يا بنتي، اصل انت عارفه انا ما بحبش اكل بنتي وبحب نفسك انت في الاكل، يعني انت معشرانه بقالك عمر يعني وزمن، وعارفه ان انا بحب اكلك انت ونفسك في الاكل. خلاص يبقى اعملي نفسك انت بقى كده، ان شاء الله واحدتين كده اهو على قدك كده وخلاص، مش مهم تعملي كلها. ماشي ماشي يا بنتي. قلت روح لبوه، مفيش فايده، اقول لها مش فاضيه الناس ده مش قادره، مفيش فايده، لا خدي اعملي لي حاله نعمه، لا اولادك يعملوا ولا مرات عليك التانيين، يا شغلانه. بس يا زفت ما تلعبش في المطبخ. انا غلطانه، انا رحت لها عني بعتبرها زي بنتي والله. ايه شيماء؟ ايه حبيبتي؟ لسه عندك برد برضه وصوتك باين اهو. الحمد لله يا ماما، بس لسه برضه والله البرد شدد عليا قوي. صوتك باين يا بنتي، سلامتك الف سلام، والله العظيم لو كنت اقدر اجي كنت جيت لك يا بنتي، بس السلم بتاعك عالي قوي. مالك يا ماما؟ صوتك ماله كده؟ مفيش يا بنتي والله، انا كنت بسال عليكي بس كده. انت اتغديتي يا ماما؟ اتغديت يا بنتي، اتغديت بواقي الاكل كده، كان عندي شويه عدس كده كلتهم الحمد لله. كله حلو ونعمة ورضا من عند ربنا الحمد لله. الحقيقة يا ماما، هقولك الحقيقة، أنا لقيت الراجل ماشي من تحت البلكونة بيبيع قرع كده وكرومب، بصراحة رأي جيرة كده على الكرومب والقرع، قلت كان نفسي في القرع أوي، صينية ده اللي كنت بتعملهولي يا بنتي يا منى. المهم قلت أما أجيب، وأنت عارفة بقى آخر الشهر الواحد مبقاش معاه فلوس، قلت هديهم لمرات أخوكي تعملهم لي، وأختي طلعت لها ولقيت بابور وسطح في وشي. قالت لك إيه يا ماما؟ اختي على تزعق وتهلل وطلعت فيا زي البابور، انا مش فاضيه، كرومب ايه اللي انت جايبهولي؟ اديه لمراتات اولادك، واشمعنى انا يعني الوحيده اللي طالعالي؟ وفين بنتك؟ ليه كده يا ماما؟ انها بتحبك. يا اختي اسكتي كل شيء اكتشف. خلاص انا هاجي اعملهولك يا ماما والله، ولا تزعلي نفسك يا حبيبتي انا جايالك. لا 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 تيجي ايه، انت تعبانه، اسكتي اسكتي. لا 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 والله ما انت جايه ولا نازله من بيتك. طب بقول لك ايه يا ماما، ما تزعليش نفسك، وبقول لك اسيب الكرومبايه دي عندك، وانا هبعت لواحده كده اهو يا حبيبتي بتعمل محشي، خليها تعمل لك طبقين محشي كده اهو على الاكلتين اللي انت عايزاهم. لا 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 يا بنتي، غالي غالي يا بنتي، لا لا ما تعمليش حاجه، انت تصرفي يا بنتي على البرد ولا على المحشي. لا 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 يا بنتي مش مهم، انا اكل شويه فول كده اهو خلاص، هي ادتني كيسه فول هعملها. غالي ايه بس يا ماما؟ الغالي يرخص لك يا حبيبتي، ده انت تطلب عينيا، لولا ان انا بس تعبانه والله العظيم كنت جيت عملتها لك. انت عارفه اللي حاسس في نفسي قوي، ان انا بعتبرها زيي والله العظيم، بعتبرها زي بنتي وبطلب منها كده، كنت بطلب منها بعشم العشم بس هو اللي خلاني اطلب منها. مش مشكله يا بنتي، يلا كله عند ربنا. انا بصي يا حبيبتي هقوم اقطعها كده اهو الكرنبايه واحطها كده اهو على الرز اللي خلطه وخلاص، وهسلقهم مع بعض كده اهو واعملهم، ومش مهم لف ولا رص ولا كلام من ده، عشان انا مش هقدر اعملهم الصراحه. لا لا يا ماما ما تعمليش حاجه،
حبيبتي انا هطلب لك انا المحشي ده وابعته لك لغايه عندك. بنت انا هقوم اعمل الفول دلوقتي كده وهاكله، وهعمله بالليمون بيبقى طعمه حلو وهاكله خلاص. يا ماما ما تاكليش فول، الفول اللي تتغدي بيه. انت عارفه يا حبيبتي، انا لما كنت بصحتي كنت اعمل حلتين محشي قد كده اهو، والمكم كلكم حواليا بمراتاتكم بعيالكم بكلكم. بس هو الصحه بقى ما عادش زي الاول. هنعمل ايه؟ ما طلعتش بنت اصوله، طلعت جعانه ومعفنه. لا يا حبيبتي، ما نغلطش في حد ولا ناخد ذنب حد، محدش عارف ظروف حد يا ماما. لا اوعي تغلطي في حد كده، هي لها بيتها برضه وحياتها، هي برضه مش مجبره تعمل لي يا حبيبتي. بس هو بس العشم. يلا ليه؟ هي لو كانت امها اللي بعتلها الكرومباي ده ما كانتش عملتها لها، ولا عشانك حماتها بس؟ يلا يا بنتي مش مشكله، كله عند ربنا. بقول لك ايه، اقفلي بقى الوقت وانا هكلم الست تعمل لي المحشي اللي قلت لك عليه وهبعته لك لغايه عندك يا ماما. ربنا يرضيكي يا بنتي ويخليكي ليا، وربنا يقدرني ويسعدك يا بنتي، وان شاء الله باذن الله اول ما اجي المعاش هبعت لك يا بنتي فلوس المحشي على طول. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي، ما يحرمنيش منك ابدا. ويا حبيبتي تقولي لاخوكي حاجه احسن يمسك في مراته ويعملوا مشكله وخناقه بسببي يا حبيبتي. حاضر حاضر يا ماما، انا ماليش دعوه بيهم والله، بس انا بس زعلانه عشانك. لا يهمك يا حبيبتي، المهم انتوا تبقوا كويسين ومبسوطين.